كثيرا ما يغمرنا الشعور بالمغامرة وتحدي تلك الأشياء المخيفة التي نراها عندما نرفع أعيننا لنتخيل الهدف. فإذا كنا نستطيع تخيل هدف ما، فلماذا لا نجعله واقعا؟ ومن هنا تولدت الإرادة لتدفعنا للخطوة الأولى على طريق الكفاح، وتطورت إلى عزيمة تبقينا على هذا الطريق حتى النهاية، فيحيا بداخلنا ما لا ندركه بالحواس، فنمضي بقوة يدا بيد، نواجه العقبات ونتحدى الصعاب، منصتين لصدى يصدر من صوت عزيمتنا قائلا لكل منا: لا تيأس. أنا وأبو زايد جل اهتمامنا السفر والبحث عن الجديد والاكتشاف. سافرنا إلى أغلب مدن المملكة وسافرنا خارج المملكة، ويشدنا الحاجات الريفية والحاجات اللي بالطابع البسيط دائما ترتاح فيها النفس ويهدأ فيها الخاطر. اتصل علينا أحد أصحابنا اللي هو الأستاذ فواز العوشن، الله يذكره بالخير، في محافظة القبيعية، وقال إنه عمل حاجة جديدة عنده في الاستراحة، اللي هو عبارة عن كوخ أو بيت ريفي صغير بطابع جميل وطابع بدائي بسيط. طلعنا من الرياض هنا وصلنا عند الرجال، فعلا لاحظنا من برا عليه الطابع البدائي اللي هو الكوخ. دخلنا داخل، لما دخلنا داخل دخلنا مكان لا ينتمي لا للمكان ولا للزمان اللي احنا فيه. تفاجأنا منظر الكوخ من برا، شدنا انه مشتغله بيده، خشبة حبة حبة، وكان شكله جدا جميل. كان كل شيء داخل مختلف عن المنطقة اللي احنا فيها، التجهيز والأغراض والأخشاب وتنوع الجميل داخله كان متكامل تقريبا، في جزء مطبخ وفي جزء للكافي، جزء للجلسة، وكان في جزء صغير للنوم. وشرحنا عنه وابدينا اعجابنا بالشكل هذا لأنه يعطيك انطباع جديد، يعني إذا غلقت عليك الباب في المكان هذا فأنت في منطقة جديدة ومكان مميز. سوينا فيه وجبة بسيطة وتقهوينا فيه، حسينا بالهدوء والراحة فعلا. يعني الحاجات إذا كانت بدائية ومصنوعة من الطبيعة تحس فيها بالراحة والسكينة. جلسنا فيه تجاذبنا أطراف الحديث عن التصميم وعن الأشكال وعن العوائق اللي مر فيها. قاعد ناظر في أدق التفاصيل لأنها عجبني صراحة، يعني ما شفنا لها شبيه إلا في أماكن برا المملكة، لجمالها وجمال أثاثها والأمور اللي داخلها البسيطة تعطيك طابع وهدوء وحاجة متميزة. انتهى على قولتهم الجلسة وطلعنا، وكان يدور في رأسي فكرة عمل الكوخ بشكل أوسع وأكبر عندنا في محافظة الخرج. طلعت أنا وأبو زايد، اقترحنا اقتراح أن ممكن نفكر في الفكرة هذه، هل ممكن نطبقها أو ما يمكن أن نطبقها، ويكون متكامل أكثر من اللي وجدناه. وصلنا لما مزرعتنا في الخارج، جلسنا مع المحيط المجتمع بنا وعلمناهم وريناهم الصور اللي صورناها بالجوال إن وجدنا الكوخ، وكان الكوخ جميل جدا وكان طابع ريفي وكأنك عايش خارج المنطقة اللي أنت فيها، مكان هادئ وجميل، وإنه عندنا فكرة إن هل ممكن نقدر نسوي مثل المكان هذا. بعض الناس يعني ابتسم وبعضهم ضحك منا وقال استحالة تعملوا مثله، هذا يحتاج لشركات كبرى عشان تقوم بالشيء هذا، لأن هذه الفكرة طابع جديد علينا ولا تتميز فيه المنطقة وضعف الخبرة عنها، طريقة تركيب الأخشاب، طريقة البناء نفسه، تكوين الطبقات، الشكل الخارجي، المكان المناسب، كلها حاجة جديدة علينا. فكيف تبي تعرف دقة التفاصيل، طريقة الربط الأخشاب مع بعض وطريقة الديكور والتركيب والأساس والبناء
يعني اللي أفادونا أنه ما نقدر نصمم مثل هذا الشيء. بعد ما ابتعدتنا وابو زايد عن المجتمع هذا رجعنا على نفس الفكرة أن نعمل الكوخ بإصرار. أول ما بدينا أن حددنا المكان المناسب، رعينا فيه الواجهة، رعينا فيه الإطلالة، رعينا فيه اتساع المكان، فبدينا بتجميع أجزاء العدد اللي راح نحتاجها في عمل الكوخ، وكانت أهم العدد اللي هي تخص الأخشاب، قطع الأخشاب، تنظيف الأخشاب وربط الأخشاب. ورسمناه على ورق في البداية. أول شيء فكرنا فيه إن حنا نقوم بالعمل بأيدينا، لا نستعين بأي شركة لتنفيذ العمل، بس ما كنا متوقعين إن بتجينا عقبات وأمور ممكن يعني تصلنا إلى اليأس. بدأ جانب الطموح يتغلب على جانب اليأس منذ انطلاق المرحلة الفعلية. بنينا الأساس، زراعة القواعد الأساسية والأعمدة الأساسية وتمديد الأسلاك الجراجير الكهرب في القاعدة الأساسية، صبينا أرضية وشكلنا الهيكل كامل الحديدي، انتهينا من ربط الجسور بعد تدعيمها بالزوايا، فبدينا الآن بعمل السقف. السقف طبعا الكوخ يكون على شكل مثلث هرمي. العقبة الأخطر اللي واجهتنا في عمل السنتر الكوخ اللي هو العمود الوسط، كان طوله تقريبا 12 متر وكنا لازم نرفعه ارتفاع 5.5 متر، والحمد لله قمنا بالعمل وثبتناه بنجاح بعد ما رفعناه بأيدينا. لم نستعن بأي معدات، لا كرين ولا رافعة ولا أي شيء، ربطناه ولحمناه، وزن الحديد طبعا كله، بعدين قمنا بعزل الحديد بمادة السيليكون اللي هي مخصصة عبارة عن دهان لمنع الصدى. بدتنا عقبة كبيرة اللي هي كيف نقدر نمدد التكييف ونظام المراقبة الأمنية ونظام الطاقة الشمسية ونظام الكهرباء داخل الجسور الأساسية. كيف نمدد؟ هل نمدد في السقف أو نمدد في باطن الأرض؟ فما كان إلا نجيب مكائن لحام خاصة لأصياخ أكثر من 3 ملي اللي نستطيع أن نعمل فتحات في الدوامر الأساسية لأن سماكتها تتجاوز 3 ملي. فكان تخريمها يعني صعب جدا وكان فيه جزء من الخطر، لدرجة أن أبو زايد وقع عليه قطعة من صهارة الحديد الذائب على ثوبه وعلى جزء من رجله فاشتعل الثوب. فكان صراحة موقف لا يحسد عليه أبدا، يعني هذه من المواقف اللي لا يمكن أني أنساها. والحمد لله تجاوزناها بعمل الفتحات بالشكل المناسب وسحبها داخل هذه الجسور الأساسية. ربطنا، خلصنا، نزلنا أول كمية من الأخشاب وهي عبارة عن 3 طن. وصلت السيارة نزلتها، سحبنا الأخشاب، اكتشفنا أن كل قطعة خشب تحتاج أنها تسقل مع الجهتين، فهذه كانت أصعب عقبة. كنا مفكرين أن نخلص العمل في 40 يوم، تبخر حلم 40 يوم إلى ما يزيد عن 4 أشهر. بدينا في الشغل، سقلنا جميع الأخشاب، بطلناه، بين الخشب والخشب لابد يكون في عازل، فأضفنا عليه عازل صوت وعازل حرارة، مددنا الكيابل، سكرنا الطبقة الداخلية للخشب، بعدها دخلنا في مجال معالجة الخشب والمحافظة عليه للبقاء، فأضفنا عليه مادتين، مادة السلر ومادة الكلر. أفادنا مورد الأخشاب أن التعامل مع الأخشاب هو التعامل مع شيء حي، وفي فرق التعامل مع الأخشاب عن التعامل مع الحديد. إذا أنت تتعامل مع الأخشاب ممكن نفس الطلبية اللي أنت طالبها يكون الطول بين حبة وحبة يختلف والسماكة تختلف شيء بسيط، وممكن يتعرض الخشب للثني أو يحتاج صنفرة زيادة أو جزء منه يحتاج إلى صقل. فالخشب حاجة طبيعية تحتاج عناية لكل قطعة، كل قطعة من الخشب تحتاج عناية، وهذه من أصعب المراحل لأنها هي اللي ممكن تحدد الشكل الخارجي في نهاية العملية. وصلنا تقريبا للشكل النهائي،
فبدينا في اختيار ديكور الأضواء واللمبات. الإنارة الداخلية واجهتنا فيها أكبر عقبة إنك ما تقدر تحفر داخل الأخشاب للإنارة السبوت لايت اللي الإنارة المخفية، ولا تقدر تضعها بالشكل الخارجي لأنها تضعف عليك شكل الديكور. نزلنا الرياض وحصلناها عند أحد المحلات وكان سعرها مكلف جدا. الخشبة الواحدة حقت اللمبة تقريبا ب 400 ريال بدون لمبات، فقط خشبة كديكور. أشكال أخشاب بإمكانك تضع الإنارة داخلها وتكون بشكل جميل وشكل بارز بحجم معين. مسكت أبو زايد طلعتها من المحل قلت هذه عندي. بدينا بالتفصيل نفسه، حصلنا مشكلة في اختيار اللون. رجعنا مرة ثانية للرياض وجبنا نفس اللون وبدينا نخفف حتى حصلنا على الدرجة المناسبة. وبعد صنفرتها وتركيب القطعة تفاجأنا بأنها أجمل من اللي وجدناها في السوق، الحمد لله رب العالمين. بدأت عندنا فكرة أخرى أن اللمبات هاي تشتغل على الكهرباء، قلنا ليش ما نضيف عليها إضاءة تشتغل على 12 فولت على الطاقة الشمسية، فأضفنا عليها لمبات الليد اللي هي تشتغل على 12 فولت. أضفنا في المجلس 4 وفي المطبخ 2 والمجلس العلوي 3 والنوم 2. جربناها واشتغلت يا رب لك الحمد من أبدع ما يكون. كل هالفترة كانوا الناس اللي يعطونا اليأس يمرون علينا ويستغربون من إصرارنا وبقائنا في العمل، مع أننا كنا نعمل تقريبا يوميا من 7 إلى 8 ساعات. وصلنا إلى مرحلة تخريم علب الكهرب. تخريم علب الكهرب واجهتنا فيه عقبة كبيرة، اللي هو لازم نفتح في الخشب ونفتح في العوازل بنفس المقدار المطلوب بحيث نتفادى أن تكون الفتحة أكبر من فيش الكهرب. فتحنا فيه باستخدام المنشار وربطنا فيه الفيش. بعد ما ربطنا فيه الفيش ما ثبت في الخشب، لأن الخشب وراه طبقات عازل ما ثبت فيه المسمار، فاضطرينا إلى أن مرة ثانية نفك الأفياش بشكل كامل ونوسع فتحة الخشب أكثر وندخل علب حديد للكهرب داخل الأخشاب ومن ثم نضع عليها الأفياش من الخارج. أيضا كنا مراعين نظام السلامة اللي هو إطفاء الحريق، الله يكفينا وياكم شر الحرائق، والإسعافات الأولية، وبعض أدوات السلامة اللي ممكن تحتاجها حتى داخل أي منزل. وصلنا لمرحلة العزل وتعتبر من أهم المراحل، لأن الأخشاب مهما كان تعاملت معها بالشكل الصحيح لابد من وجود فراغات بالملي بين كل قطعة وقطعة. هذه الفراغات تحتاج للتسكير بالطبقات الداخلية، فقمنا بوضع أول طبقة اللي هي عازل الصوت. بعد عازل الصوت جاء عازل الحرارة. عازل الحرارة سماكته 6 سنتي ومن أفضل الأنواع، عازل للحرارة وعازل للبرودة، فكان هو الحشوة المتوسطة بين الخشب الداخلي والخشب الخارجي. انتهينا من مرحلة الأخشاب الداخلية والخارجية وتمديد الكهرباء، فكنا نطلع للدور الثاني بسلم بدائي نطلع وننزل. فبدر إلى أذهاننا للسلم أو الأماكن المحصورة لها سلالم خاصة. بحثوا بحزام عن الحاجات المناسبة للأماكن المحصورة مثل هذه، وحصل نوعية من أنواع السلالم مخصصة للأماكن المحصورة. طلبنا السلم ووصلنا وكان تقريبا مبلغ السلم 2500 ريال. واجهنا مشكلة في تركيب السلم، أول مرة ركبناه بالمقلوب وبعدين رجعنا مرة ثانية وعدلنا وضبط معنا. واجهتنا أكبر عقبة في الدور العلوي لأنه يحتاج أثاث بمقاس معين بنوع معين، فقمنا بصنع في نفس الموقع بأجزاء قطع بسيطة وتصعيدها للأعلى وصنع الأثاث داخل الدور العلوي لتجنب مشكلة الصعود مع السلم بالقطع الكبيرة. أبو زايد كان جل اهتمامه في الفتحة الدائرية الخارجية للكوخ المطلة على الحديقة، كان يبحث
عن إطار لها ويبحث عن باب، تقريبا مدة أسبوعين وهو يبحث لين حصل إطار مناسب وباب يغلق الشباك، بحيث أنك إذا كنت فوق ما تبغى الضوء ولا شيء تسكر وينتهي الموضوع. وبعد الانتهاء من هذا الجزء حدثت إلينا خاطرة بسيطة بإمكانية عمل متحف بسيط في نفس الدور العلوي، يتكون من بعض القطع الأثرية وبعض المحنطات الجميلة، فالحمد لله كانت شكلها جميل وأعطى انطباع جميل للموقع وللجلسة في المكان العلوي. انتهينا من العمل الخارجي والداخلي والتشطيب تقريبا، فبدأنا الآن أنا أعتقد أنها من أصعب المراحل لأنها تحتاج إلى ذوق واختيار مناسب، اللي هي مرحلة الأثاث. احتجنا لأن يكون الأثاث بنفس الطابع الريفي ونفس الخامات الجميلة المستخدمة، أو أغلب الأثاث لم نجده بالشكل المناسب للكوفة، اضطرينا أن احنا نفصل ونعمل بدين. بنبدأ من غرفة النوم، لم نجد أسرة من نفس نوع الخشب وبنفس المسافات والمقاسات اللي نحتاجها، فقمنا بعمل 4 أسرة مقاس 190 في عرض 90 في ارتفاع 12.5 سنتي بدون أرجل على الأرض مباشرة. بعدها قمنا بعمل طاولة للمجلس العلوي عبارة عن طاولة خشبية فيها طاولتين صغيرة ممكنك تستخدمها لغسيل كاسات الشاي والقهوة، وأضفنا مكان للقهوة المختصة. نزلنا الدور الأرضي فكان أصعب اختيار اللي هو الكنب والمطبخ، فاحتجنا لصاحب ذوق رفيع يعكس انطباع جميل عند الدخول للمجلس والدخول للمطبخ، فما كان منا إلا الاستعانة بالأخ العزيز عبد العزيز بن إبراهيم النامس والملقب بالهواوي. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء شكر موصول الأخ أبو حزام وكذلك الأخ أبو زايد على أول شيء أنهم عطوني الفرصة أني أشاركهم في العمل الجبار اللي قاموا عليه، والأمر الثاني على ثقتهم في ذوقي وفي بعض الاختيارات اللي شاركت أنا وياهم فيها، وراعينا فيها جوانب كثيرة. من ضمن جوانب الاختيارنا الكوخ في الأصل اللون الخشبي الفاتح، راعينا فيه أن ندخل عليه ألوان متقاربة جدا مع اللون الفاتح اللون الجميل هذا. وطبعا في الأكواخ الريفية دائما يتعاملون بالحاجات الطبيعية اللي هم يعيشونها، فأول ما اخترنا ألوان الكنب وألوان المطبخ دخلنا الألوان المقاربة للطبيعة، الأشكال الخشبية. بالنسبة للكنب دخلنا فيه اللون اللي هو اللون اللي يسمونه الخيش المقارب للخياش اللي هو تأخذ من الأشجار وتأخذ من النخل وتأخذ من الحاجات هذه، وكذلك في المطبخ اخترنا اللون المناسب المقارب جدا لون الخشب، وكذلك التشكيلة والرسمة الجميلة اللي عليه، فدخلنا عليها كذلك بعض الشجر اللي هو الأشجار الداخلية للمناطق اللي دائما تكون في الغابات اللي تكون في راعينا الحاجة اللي تناسب الأكواخ دائما فيها. فيه كسرت علينا اللون، اختيار اللون الفاتح أعطانا بعد نظر في الكوخ يحسسك أن الكوخ مساحته أكبر من المساحة اللي هو مبني عليها وعلى أساسها. كذلك كسر الألوان اللي دخلناها عليها مثل الألوان الغامقة شوي اللي هي خلفية المطبخ، دخولها يعطينا جانب أن المطبخ لحد معين وله كبر، ويبين لك أن المطبخ ريفي كذلك مثل ما أن طابع الكوخ هو الطابع الريفي الجميل. من ضمن ترتيباتنا في المطبخ راعينا أن المطبخ ما يكون فيه دور ثاني، أولا لأن حاطين في مدخل الكوخ نافذة كبيرة جدا تطل على المطبخ، فإنه محتاجين أنه يعطينا بعد نظر أكثر، فلو حطينا درج خفف علينا أو صغر علينا المساحة، وكذلك ما بين لنا طابع الكوخ أنه بيصير كل طابع مطبخ يعني. فالطريقة هذه خلتنا تعطينا في الكوخ منظر جدا جميل ومساحة كبيرة جدا بالنسبة للترتيب القائم عليه. كذلك راعينا في المطبخ أنه ما يدخل عندنا أي شيء من الغاز، بحكم أن المطبخ خشبي
من الصعب جدا انك تدخل لهب لا قدر الله يسبب حريق، مع ان الشباب جزاهم الله خير وما شاء الله عليهم يعني حاطين جميع الوسائل الأمنية، طفايات الحريق، الحساسات، كل هذه موجودة ما شاء الله، بس نستخدمها من الأفران، الفرن الكهرب وكذلك السطحي كذلك كهرب، فكان الاختيار جدا مناسب والحمد لله يعني توفقنا في الاختيار السليم هذا. وكذلك في الدور العلوي، الدور العلوي ما شاء الله تبارك الله ما فيه مطبخ، ما فيه جلسة كرب، ما فيه أبواب، ما فيه نوافذ إلا نافذة واحدة اللي هي نافذة أبو زايد، النافذة الدائرية هذه. اللون كله فاتح فوق، فاخترنا جلسة تكون أغمق من المكان، كذلك مع الطاولة اللي أنشأناها بحيث أنه يكسر اللون ويطلع المكان أوسع وأجمل ويعطي فيه بعد نظر للجالس كذلك. الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح.